عدنا. انطلق اليوم بالفعل المنتدى الإفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكارات العلمية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجموعة من المسؤولين على مستوى القارة الإفريقية وبحضور 35 وزير إفريقي يشارك في هذا المنتدى بالإضافة إلى كبار العلماء والباحثين في كافة المجالات. في إطار الاهتمام بموارد القارة الإفريقية ودور البحث العلمي وقيمة العلماء والبحوث العلمية من أجل تحقيق تنمية، هيكون ملفنا في هذه الحلقة. وضيفي الكريم معي الأستاذ الدكتور محمد لبيب سالم، المشرف العام على مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا التابعة لأكاديمية البحث العلمي. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور، ومدير أيضا مركز المشروعات والابتكارات لنقل التكنولوجيا. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك. بداية التعقيب على هذا المنتدى، كيف ترى ضرورة هذا المنتدى الثالث إلى العلوم والتنمية؟ هو طبعا ده بيدل على أن حرص مصر متمثلة طبعا في فخامة الرئيس السيسي والوزراء المعنيين بأهمية البحث العلمي والتكنولوجي، مش فقط على مستوى مصر، على مستوى القارة السمراء زي ما بنقول، لأن قارة إفريقيا فيها ثروات طبيعية كتير جدا، وفيها ممكن جدا تطبيقات البحث العلمي يؤدي إلى ثورات صناعية فيها، لأن البحث العلمي حضرتك مرتبط بالابتكار والتنمية المستدامة، وده يمكن شعار المنتدى الثالث. هو أول مرة اتعمل 2012 ثم 2014 والسنة دي، فأتصور ده يعتبر اهتمام غير عادي ان الوزراء والباحثين بافريقيا يتابعوا كل فتره، وده بيتعمل المره الثالثه، ده يعتبر نجاح للمنتدى. وانا يعني شفت بعض التصريحات عن المنتدى، فمنها ان فخامه الرئيس عزز جدا مشاركه الباحثين الافارقه بمنح داخل مصر، فصار ده هيبقى مرتبط جدا بالتكامل ما بين إمكانات الهائلة بالبحث العلمي في مصر والثروات اللي موجودة في أفريقيا. اسمح لي أعود لحضرتك أيضا لمزيد من القراءة حول ضرورة هذا المنتدى وأهميته من أجل تفعيل دور العلم والبحث العلمي والاستفادة من خلال هذه الأبحاث في تحقيق التنمية المستدامة. ولكن اسمح لي بعد متابعة هذا الاجتماع للسيد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية بمحافظة الغربية، حيث يجتمع اليوم مع 5 محافظين من مختلف محافظات مصر، من كفر الشيخ، أيضا من محافظة مرسى مطروح، من أيضا محافظة الغربية، وأيضا القائم بأعمال محافظة المنوفية. نتابع مزيد من التفاصيل في هذا التقرير وهذه المتابعة، وبنعود لاستكمال ملفنا مع حضراتكم في هذا المنتدى الثالث للعلوم والتكنولوجيا، والذي يقام في يومه الأول أو انطلق اليوم الأول لفعاليات هذا المنتدى. ده ثالث لقاء إقليمي لمستوى الزملاء المحافظين لاستطلاع أو للتعرف على الخطط الاستثمارية الجارية في المحافظات حالياً، الجارية تنفيذها حالياً في المحافظات. نعرف رؤى السادة المحافظين لدفع هذه الخطط، نعرف إذا كان في أي معوقات أو أي عقبات تواجه بعض المشروعات لزيادة دفعة العمل. والحقيقة اللي أنا لاحظته النهاردة زي اللي لاحظته خلال اللقاءين السابقين مع السادة المحافظين، حاجة أنا يمكن كنت أتصور حجم هذه المشروعات اللي بتنفذ في كافة المحافظات. احنا لغاية دلوقتي من الصبح الساعة 10 النهاردة سمعنا 3 محافظات فقط، فاضل لنا 3 محافظات. فرصة كبيرة جدا ليا شخصيا إن أنا أتعرف على كل ما هو جاري في المحافظات. الحقيقة أيضا كانت فرصة عظيمة للسادة المحافظين يعرفوا جهود بعض ونقط القوة اللي موجودة عند بعض المحافظات اللي إن شاء الله نأمل إنها تنتشر في باقي المحافظات. إحنا داخلين على استحقاق دستوري قريب جدا. بلدنا ومواطنينا
خلال السبع سنوات السابقة ضحوا تضحيات كبيرة جدا جدا جدا. مستوى تباطؤ اقتصادي حصل بعد سنوات الثورة ترتب عليه نسب بطالة كبيرة وعدم تشغيل وارتفاع أسعار وحاجات كثيرة جدا سلبيات أو تضحيات دفعها شعبنا. دفعها شعبنا علشان ينتقل من مكان إلى مكان أخرى. الوعي بتاع المواطنين اللي احنا عايزين في الداخل قبل الخارج يشوفوه ازاي المصريين اللي كانوا قبل 2011 مفرطين في حقوقهم السياسيه وفي التزاماتهم تجاه ان هم يشاركوا في بناء وطنهم، النهارده بعد كل هذه التضحيات والشهداء اللي احنا ضحينا بيهم والمصابين اللي كل ده لابد ان العالم يشوف ان المصريين اتغيروا، المصريين حريصين على انهم يبنوا وطنهم، حريصين ان هم يشاركوا في بناء السياسي لوطنهم. النظام العمل او اختيار القيادات في المحليات في نوعين، القيادات الكبرى اللي هي اللي على مستوى المدينه والسكرتير العام وهكذا والمساعد وهكذا، ده شيء مركزي مخطط واللي بتعمله وزاره التنميه المحليه، بتعمله بآليه ثابته واضحه جدا محددها القانون، مش بس في المحليات، في كل العاملين في الدوله اللي بيشتغلوا في وظيفه مدير عام ووكيل وزاره ووكيل اول وزاره، قانون 81 والقانون قبل كده قانون القانون 5 بتاع العاملين القيادات العامله في الدوله، هم هي اللي محدده واحنا بنمشي حسب القانون. بالنسبه لموضوع الظهير الصحراوي الحقيقه كان من ضمن الموضوعات المهمه جدا اللي عرضها علينا معالي الوزير سياده اللواء احمد ضيف، وكانت حاجه مبهره جدا ان هو وجهوده وجهود العاملين في المحافظه وصلوا في الموضوع دون الى مراحل شبه نهائيه. شفتوا النهارده الاحتياطيات اللي موجوده في البنك المركزي ارقام عمرها ما حصلتش، تعدت 38 مليار دولار. ايضا العديد من المؤشرات الاقتصاديه الايجابيه، وكل ما هو كان سلبي منها يعني لما زودنا سعر الفايده الى حدود كبيره جدا، كان بنحاول نحافظ الناس على مدخراتها اللي في البنوك ونحاول نوجد لهم كذا. لما التكافل وكرامه وزياده المعاشات وكل الاجراءات الحمائيه للطبقات الاقل اللي هي تاثرت باجراءات الاصلاح الاقتصادي، كل دي الدوله بتحاول انها تعمل هذا التوازن. بقول ان الاثار الايجابيه خلال سنه واحده للاصلاح الاقتصادي بتدينا امل ان كل اللي نفسكم فيه من زياده فرصه، كل ده رد على الفرصه ليه ما بنعينش اطباء وليه ما بنعينش مهندسين. الفتره اللي جايه باذن الله الاصلاح يحقق اكثر فوائد اكثر، باذن الله يتاح لنا موارد اكثر، نفتح باب التشغيل وده الشيء المهم. هذا جانبا من اجتماع السيد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية بمحافظة الغربية اليوم مع لفيف من المحافظين من مختلف محافظات مصر الغربية وأيضا مرسى مطروح والقائم بأعمال محافظة المنوفية ومحافظة البحيرة، يعني كل هذا أو يعني بهدف تحقيق التنمية أيضا على أرض الواقع وتنسيق بين مختلف المسؤولين. بعود إلى ضيفي الكريم مرة أخرى في إطار المتابعة لانطلاق فعاليات المنتدى الإفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا، وفي ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد لبيب سالم المشرف العام على مركز بحوث إقليم الدلتا. أهلا بحضرتك معنا يا فندم، وبعود لحضرتك والحديث عن ضرورة هذا المنتدى الإفريقي لتعزيز وتقدير قيمة البحث العلمي في تحقيق التنمية. هو حضرتك بس يعني احب انوه ان اول المنتدى تم عقده في كينيا 2012، وبعدين المنتدى الثاني كان في المغرب، وده الثالث في مصر. فانا بعتبر دي فرصه كبيره جدا وتتويج بعد نجاحه انه يتم في مصر يعني. ومن اسم المنتدى العلوم والتنميه والابتكار والتكنولوجيا والابداع، لأن طبعا البحث العلمي مرتبط دايما مش لذاته يعني مش كهواية، لا ده هو في النهاية يبقى في من خلاله يبقى في ابتكار وفي تكنولوجيا، والتكنولوجيا تعود على الدولة وعلى العالم بأجمع.
فهنا ضرورة البحث العلمي اللي هو كان يعني جرى العرف في سنوات طويلة جدا في مصر ان البحث العلمي قلما ان هو يخدم التحديات المجتمعية في الصناعة والتجارة وحتى في العلاقات الإنسانية وفي كل شيء. فأتصور مصر حاليا وإفريقيا بالذات محتاجة جدا جدا تنمية مستدامة، عشان كده الشعار بتاع المنتدى هو التنمية المستدامة من خلال البحث العلمي والابتكار، وده بيبان في التكنولوجيا. لازم يبقى الناتج النهائي للبحث العلمي يبقى تكنولوجيا تعود على المواطن العادي، فهو مهم جدا جدا لأنه ده بيشيع أو بيمكن من ثقافة البحث العلمي أو الابتكار والتكنولوجيا المبنية على البحث العلمي. اسمح لي، ممكن تكون نظرة العالم للقارة الإفريقية إنها قارة قد تمتلك موارد خام لكن لا تمتلك يعني التقدم أو يعني التقدم العلمي والتكنولوجي بصورة متقدمة أكثر في دول أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية في روسيا، لكن حينما نتحدث عن إفريقيا أنها يعني تقيم منتديات للاهتمام بالتكنولوجيا وبالإبداع والابتكار، كيف ينظر الغرب إلينا؟ وهل من الممكن بالفعل أن نمتلك تكنولوجيا بدلا من أن نكون يعني نعتمد على التكنولوجيا اللي يتم استيرادها من الدول الأوروبية؟ هل يمكن للقارة الصبراء أنها تمتلك تكنولوجيا أو تكون صاحبة أو صاحبة أفكار وابتكارات تكنولوجية؟ تمام، الإجابة نعم طبعا، لأن حضرتك إفريقيا وخاصة شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا هم يعتبروا مصدر كبير جدا جدا لتفريغ علماء وباحثين من الدرجة الأولى اللي هم بيقضوا جزء كبير جدا من حياتهم في البحث العلمي في أوروبا وفي أمريكا والدول آسيا. وأنا شخصيا يعني قعدت فترة في أمريكا كأستاذ هناك وباحث يعني. فمن ناحية الطاقة البشرية أو الإمكانيات البشرية طبعا موجود، وانت عارفة حضرتك دايما بيبقى في العامل الأساسي في أي تنمية تكنولوجية هو العامل البشري، ودي كانت بدأت من طبعا أكتر من 100 سنة بإرسال المبعوثين من مصر يعني. فتم تكوين قاعدة عريضة ومتميزة جدا 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 من الباحثين، سواء أنا يعني لو اديت مصر كمثال لأن أنا بعتبرها أهم دولة هي وجنوب أفريقيا في قارة أفريقيا، أهم دولة تمتلك عدد من الباحثين والإمكانات والإمكانيات المعملية. هل الإمكانيات المعملية تمكن القارة الأفريقية من أن يكون لديها التكنولوجيا الخاصة بها؟ في الوقت الحالي نعم تستطيع، من فترات قبل كده لا ما كانش، لكن أتصور أنها في مرحلة انتقالية حاليا. يعني حضرتك يمكن أحب أشير لمركز حضرتك مدير المشروعات والابتكارات لنقل التكنولوجيا. تمام. ما المقصود هنا بنقل التكنولوجيا؟ تمام، يعني حضرتك نقل التكنولوجيا له محورين، محور ان ممكن تحويل منتج البحث العلمي، حد عمل مشروع بحثي وطلع منتج وبعدين المنتج ده بتعول منه نموذج اولي، النموذج الاولي مصغر وبعدين نموذج اولي يعرض على رجال الصناعه عشان يقتنع به شو بيشتغل ازاي، وبعدين يتم تحويله الى منتج نهائي من خلال تعاقد مع الصناعة عشان تسويقه بعد في المرحلة الأخيرة. ده السلسلة اللي هي المتعارف عليها والتقليدية اللي بيتمنى أي دولة أن هي تقوم بيها. فده محور أولاني. المحور الثاني ممكن في بعض الدول نجحت فيه زي في بداية ثورتها الصناعية اليابان وحاليا الصين وبعض الدول زي تايوان، اللي هي الهندسة العكسية، أن هو ينظر إلى التكنولوجيا اللي تم تطبيقها وتم تسويقها ويبتدي يعمل يحاكيها ويطورها. ده طبعا هل هذه او هذا الاسلوب هو الامثل؟ لا طبعا، او هذه المحاكاه الامثل كبدايه لمصر؟ لا كبدايه ممكن يكون الامثل، ولكن حاليا عشان الاقتصاد القومي يكون مبني على ناتج قومي من الدوله نفسها لازم يتم التصنيع الداخلي، وده عشان يتم حضرتك مبني على منتجات البحث العلمي، وده دايما اللي انا بقوله ان البحث العلمي لازم اثناء التخطيط ليه سواء من الباحث او من الدوله بتعمل كده دلوقتي ان يبقى دايما مقرون بتحدي
مجتمعي او تحدي صناعي او الى اخره، بحيث يبقى دايما الباحث هو بيشتغل لازم يبقى ملتزم ان هو بيعالج مشكله محدده، ويبقى عارف في النهايه البحث العلمي الناتج بتاعه ده هيؤدي الى ايه، وهل ممكن حتى مش ضروري هو يعني الناتج بتاعه هو لا يؤدي الى ابحاث اخرى ممكن تؤدي الى نواتج تكنولوجيه يتم تسويقها. لان ده بيفتح مصانع، بيفتح منتجات، اماكن للتسويق والاخره. انما طبعا ابسطهم زي ما حضرتك قلتي اللي هو الهندسه العكسيه او تطوير بستورد او انا بحاكي التكنولوجيا العالميه احاكيها واطورها. ده طبعا يعني لان حضرتك التكنولوجيا لها ملكيه فكريه، انا ما اقدرش اجيب، لازم يبقى في تعاقدات، يعني ما اقدرش اجيب تكنولوجيا يعني زي تكنولوجيا مثلا تصنيع او يعني سيارة أو طاقة. بالضبط، أنت بتستورد التكنولوجيا وبتدفع ثمنها بالدولار. طبعا، لكن ما أقدرش بتدفع ثمنها بالدولار، ما أقدرش أنسبها لنفسي. يعني أنا بستوردها، يعني زي مثلا محطات سيمنز للكهرباء. تمام. أنت بتستورد هذه الأفكار وبتدفع ثمنها بالدولار. طبعا طبعا، لا تمتلك هذه بعملة لا تمتلك. بالضبط، في ملكية فكرية دي بتمنع الدولة المستوردة أن هي هي مستخدمة، من حقها، ولكن لكن لما لكن من حقها أن هي تطورها بالطريقه اللي تتماشى مع الدوله. فده لو تم ايه اللي ينقصنا حتى نكون اصحاب افكار؟ هقول لسعادتك حضرتك اكدت اننا نمتلك نمتلك يعني الافكار ونمتلك الابحاث العلميه والعقل المصري والعقل الافريقي ايضا مبتكر، نمتلك كل هذا، نمتلك ايضا المواد الخام والموارد الطبيعيه، ما الذي ينقصنا حتى نكون اصحاب يعني افكار وابتكارات تكنولوجيه تحاكي العالم؟ ده سؤال مهم جدا وبيطرح نفسه دايما. يعني الحل حضرتك ربط الصناعه بالبحث العلمي. رجال البحث العلمي او الباحثين بيشتغلوا في وادي ورجال الصناعه بيشتغلوا في وادي تاني. صحيح بدا من حوالي 5 سنوات مضت اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا عملت مبادرات يعني واضحه جدا وبقى لها يعني ملموسه، يعني ملموسه ان هي بتربط البحث العلمي بالصناعه، لان ده الوظيفه الرئيسيه لاكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا من الاسم البحث العلمي والتكنولوجيا. ولكن لسه مش الزاميه. القانون الجامعات على سبيل المثال ما بيسمحش للجامعات انها تنشئ بداخلها حاضنات تكنولوجيه او شركات. القانون الجديد بتاع البحث العلمي لا هيسمح بكده، اللي هو لسه ما توافقش عليه. اتصور اول ما يتوافق عليه هو تم صياغته، وانا كنت من ضمن الزملاء اللي هم شاركوا في وضع الخطه الاستراتيجيه القوميه للبحث العلمي. فاتصور ده لو تم يعني هيعمل نقله نوعيه ان المنتجات اللي بتعملها الجامعه تقدر تعمل حاضنه تكنولوجيه تطلع منتج او تعمل شراكه مع المصانع. ده 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 جزء من الحل. الجزء الثاني اللي انا بقراه مهم جدا ان لازم يبقى الزامي الباحثين اللي بيشتغلوا في البحث العلمي لازم يتطرقوا من البدايه من قبل يعني الفكره البحثيه نفسها انه يبقى عارف ان في مشكله محدده هو هيحل جزء منها ويؤدي في النهايه الى منتج ايا كان بقى المنتج ده في الالكترونيات او في الطب او حتى العلوم الانسانيه. بس لازم يبقى كده حتى لو كان مرحله اولى او مرحله ثانيه. فالخريطه هنا لازم تبقى واضحه بالنسبه للباحثين وملزمه. ايه اللي ممكن ينقصنا؟ يعني هل نحتاج الى مزيد من الامكانيات؟ ولاي مدى مثلا يعني دعم طارق عامر محافظ البنك المركزي بمبلغ 1,000,000,000 جنيه للابتكارات العلميه، هل بالفعل هذا الدعم المادي يساهم في تشجيع على الابتكار او بالفعل ان نمتلك هذه التكنولوجيا؟ مؤكد، لان حضرتك زي ما بقول لحضرتك دايما المشكله دايما ان اللي احنا بنواجهها ان الباحث مش في ذهنه موضوع الابتكار. فلو كل باحث او البحوث توجهت انها تكون ابتكاريه اعتقد ده، وعشان تكون ابتكاريه الباحث محتاج دعم مالي ومحتاج تحفيز. يعني أنا لسه طبعا فخامة الرئيس عامل جوائز ودي الأول مرة تحدث في القطاع الطبي على سبيل المثال، جوائز للابتكار في الدواء والآخره. فأتصور اللي حضرتك قلتيه ده مهم جدا، إن احنا عشان إنشاء
أماكن في الجامعات وداخل المصانع والشركات للابتكار. ده محتاجة إمكانات طبعا، فدي محتاجة زي منح ينزل بيها مسابقات على مستوى مصر، وده تم في صندوق اسمه صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، ده تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. عمل مبادرة كانت الأولى من نوعها من 3 سنين أو 4 سنين، عمل إنشاء مراكز تميز للبحث العلمي في الجامعات، كانوا 25. ده طبعا عدد قليل، فكل جامعة لو احنا قارنا مثلا الجامعات الأوروبية أو أمريكا، لا حضرتك بتلاقي الجامعة مش واحد ولا اتنين، لا ده لازم يكون كل الجامعة فيها على الأقل 20 أو 50 مركز، اللي هي المراكز الصغيرة المتميزة، كل حاجة متميزة في تخصص معين وتبقى ابتكارية. فاحنا عشان كده انا قلت لحضرتك ان احنا يعني قطعنا شوط ولكن لسه في البداية. لكن ميزانية البحث العلمي كانت من 3 سنين 11.1 مليار جنيه في خلال ال3 سنين اللي قبل كده. السنة دي في أول أو في آخر 2017 وصلت 17.3 مليار مقارنة بال3 سنين اللي، فتصور ده يعتبر زيادة 40%. 40% زيادة معنوية ومهمة، ولكن ما زلنا في ضخ مزيد من، بس تبقى موظفة للابتكار والتكنولوجيا، مش مجرد بحث علمي واستثمار هذه الابتكارات على أرض الواقع. الاستفادة الأمثل من هذا المنتدى الإفريقي الثالث، كيف تكون الاستفادة الأمثل لمصر وللقارة الإفريقية؟ حضرتك شراكة ما بين مصر، وأعتقد ده اللي تم انطلاقه اليوم، شراكات ما بين مصر والدول اللي لديها إمكانات أو ثروات. يعني نستطيع، يعني مصر بقى في خبرات دلوقتي كبيرة، ممكن تنقل التكنولوجيا اللي موجودة في مصر إلى خاصة في مجال الطاقة والإلكترونيات والفلزات والتصنيع الدواء. مصر تعتبر متميزة جدا في القطاعات دي، فممكن يتعمل شراكة مع الدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا واستثمار العائد بتاعها لإنشاء استثمارات جديدة أو تصنيع جديد في مصر. بنتمنى بالتأكيد يعني تعظيم الاستفادة من كل فكر ومن كل ابتكار من خلال هذه المنتديات، وبنتمنى النجاح للمنتدى الإفريقي الثالث للعلوم، ونتمنى بالفعل أن تمتلك يعني القارة الإفريقية مزيد من الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا التي تطبق على أرض الواقع. يمكن أقول في التوقيت الحالي لا نطمح إلى يعني تصدير هذه التكنولوجيا، ولكن على الأقل نطمح إلى امتلاك هذه التكنولوجيا. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ الدكتور محمد لبيب سالم، المشرف العام على مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا ومدير مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا. شكرا جزيلا لحضرتك، أشكرك. شكرا. وإلى أن نلتقي مشاهدينا في دلتا مصر، لكم مني ومن أسرة البرنامج كل التحية وكل التقدير، وإلى اللقاء. شبكة قنوات المحروسة أقرب حد ليك.